حديث الأقليات المفضل لدى صناع السياسة في الغرب والخاصرة الأرخى في الحروب والصراعات كتلك المستمرة في الشرق الأوسط. طفت المسألة الدرزية في العالم العربي إلى واجهة الأحداث من جديد على وقع عدة مستجدات، بينها التوترات العسكرية في مطار الثعلة الواقع في محافظة السويداء أكبر تجمع للدروز في المنطقة، وحادثة قلب لوزة في ريف إدلب. الحكومة الإسرائيلية التي يخدم كثير من دروز فلسطين المحتلة في جيشها دقت ناقوس خطر حثت من خلاله إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما على حماية الطائفة الدرزية في سوريا حسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية. وجد الزعيم الدرزي وليد جومبلات في ذلك تغريبا للطائفة عن محيطها، ودعا الدروز للمصالحة مع بقية السوريين تمسكا بعروبتهم. دخول مقاتلين من الدروز على خط معارك مطار الثعلة استجابة لدعوة لحمل السلاح كرس ولوغ الطائفة في الرمال السورية وجنوحها نحو عسكرة تتنازعها الولاءات بين عدة جهات محلية وإقليمية. يخبرنا التاريخ أن الموحدين الدروز فرقة انشقت عن الطائفة الإسماعيلية إبان الخلافة الفاطمية، وتقول معطيات إن عدد الدروز في العالم يقدر بنحو 2 مليون. تشكل سوريا أكبر تجمع سكاني لهم داخل الوطن العربي، يقيم 133,000 درزي في فلسطين المحتلة، ويحمل أغلبهم جنسية إسرائيل التي يخدمون في جيشها. في المقابل يوجد في الجولان 18,000 درزي بينهم من يرفض الهوية الإسرائيلية. شكلت الدروز دولة لهم في سوريا زمن الانتداب الفرنسي تحت تسمية دولة جبل الدروز، وفي عهد البعث والى أغلبهم حكم آل الأسد، وكونوا تشكيلات عسكرية لمناصرة نظام بشار الأسد في وجه الثورة التي طالبت بتنحيته. الدروز الذين يشكلون طائفة كبيرة في لبنان شاركوا في الحرب الأهلية اللبنانية التي انتهت باتفاق الطائف، وينقسم دروز لبنان اليوم بحدة تبعا لزعاماتهم الحزبية وأبرزها وليد جومبلات وطلال أرسلان ووئام وهاب في الموقف من الخلافات السياسية داخل لبنان ومن تطورات الوضع في سوريا المجاورة. تعقيدات شرق أوسطية لا تكف عن التغير تضع الدروز أمام تحديات جديدة أشد فيما يبدو من تلك التي اختبروها في التاريخ الحديث للمنطقة وانقسموا حيالها في الموقع والموقف.